چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. الجليلة الخيزران ويمتد نسبها إلى زوجة النبي ماري القبطية رضوان الله عليها. ومن أسمائها سكن المريسية وسبيكة وريحانة ودرة. كنيتها أم الحسن، ذلك أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا يكنى بأبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه اقتداء بجده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله أعظم الخلق على الإطلاق، ويقول ماذا؟ بأبي ابن خيرة الإمام. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه الإمام إن كان كلهن وإن كان إماء الأئمة وأهل البيت، إن كان أمهات الأئمة فخيرة الإماء وأفضل الإماء على الإطلاق هي النوبية الطيبة أم الإمام الجواد محمد. وبلغ من فضلها أن الإمام الكاظم عليه السلام استودع أحد أصحابه سلاما مخصوصا لها دون أن يكون قد رآها، فقد روى يزيد بن صليط الزيدي أنه التقى الإمام الكاظم في طريق مكة فقال له الإمام من جملة ما قال: يا يزيد، إذا مررت بهذا الموضع ولقيته، أي لقيت الإمام الرضا من بعدي، وستلقاه فبشره بأنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك، وسيعلمك أنك لقيتني، فأخبره عند ذلك أن الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت ماريا جارية رسول الله صلى الله عليه وآله أم إبراهيم، فإن قدرت أن تبلغها السلام مني فافعل. ولا ريب أن تخصيصها من قبل الإمام بالسلام هو كرامة لها، كما قال الإمام العسكري عليه السلام بحقها: خلقت طاهرة مطهرة. قالت حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه: لما حضرت الخيزران الولادة دعاني الإمام صلوات الله عليه وقال: يا حكيمة احضري لولادتها. تقول: جعل لنا سراجا في حجرة أو في بيت، ثم خرج وأغلق الباب. فلما حانت الولادة من ريحانة وهي والدة الإمام سلام الله عليه السيدة سبيكة، فوضعت بالإمام سلام الله عليه، فما أن وضع يديه على الأرض تشهد بالشهادتين. تقول: وكان عليه من اللباس كالثوب الأبيض في ساعة ولادته صلوات الله وسلامه عليه، فلما شع نوره انطفأ ذلك النور نور السراج.
وللأسف الشديد فلم يصل إلينا تاريخ محدد لوفاتها أو لمكان دفنها، وإن كان المرجح أنها دفنت بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.